السلام عليكم. طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن النيابي الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، تنهي مصالح أمن ولاية الجزائر إلى علم كافة المواطنين أن المرأتين ظاهرتين في صورة مشتبه فيهما في قضايا النصب والاحتيال والسرقة عن طريق السحر والشعوذة. وفي هذا الصدد توجه مصالح أمن ولاية الجزائر نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية لسالف ذكرهما، سواء التقاهما شخصيا أو له معلومات بصفته شاهد قد يساعد في التحريات، التوجه إلى فرقة قمع الإجرام بمقاطعة الشرطة القضائية بالدار البيضاء أو أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية لتقييد شكوى والإدلاء بشهادة في قضية الحال.